تحدي ما شفتش ابو تريك كان بقالي كتير. انتوا مع بعض لعبت في ترسانه طبعا. ترسانه لعبت 3 سنين كم سنه لعبت معاه 3 سنين في ترسانه قبل ما انا امشي اروح الزمالك وهو بعدها راح الاهلي. راح الاهلي. ابو تريكه كان رايح الزمالك فعلا؟ كان رايح الزمالك وهو كان في تخوف من كان موجود كابتن حازم امام كانوا جايبين لسه كابتن حازم امام كان راجع من ايطاليا. كابتن حازم كان لعيب كبير ونجم كبير وكان هو طبعا بيلعب في نفس المركز بتاع ابو تريكه فابو تريكه يعني كان عنده قلق شويه في نفس الوقت. كان موسم كام؟ كان موسم اعتقد 2001 2001 اعتقد 2001 اعتقد ان هو كان وانت حضرتك برضو تصحح لي ان اتفق مع المندوب الحسيني صح كان صح. امين صندوق الزمالك امين صندوق الزمالك كان 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 هياخد 450 الف جنيه في الموسم فعلا ده عرض نادي الزمالك وابو تريكه كان عايز 500 الف جنيه. طيب هم اختلفوا على المقابل المادي والنادي الاهلي خلص الصفقه وطبعا ابو تريكه لعيب كبير مش عشان لعب في الاهلي او عشان زمالك انا زميلته في الترسانه 3 سنين قائد ولعيب محترم وانا اتشرفت كان وقتها انت كنت حاضر مفاوضاته مع الزمالك لا هو ما كانش حاضر انا ما كنتش حاضر بصفه رسميه لا انا كنت بيبقى عندي ماتشات كان عندنا فاكر هو جدا كان بيتكلم هو كان بيكلمني انا كان عندي ماتش كنا بنلعب اتحاد اسكندريه في اسكندريه هو كان بيكلمني ان هو كان متخوف من انه يجي وكان في وجود حازم امام والدنيا في الزمالك ما كانش متظبطه مع ان احنا كنا بطل الدوري ساعتها هو اختار او يا ربنا وفقه في اختياره للنادي الاهلي عمل مواسم كبيره جدا عمل اسم عمل حاجات كتير كبيره جدا مع منتخب مصر ابو تريكه من اللعيبه المحترمه اللي انا عشرتها بغض النظر عن المستوى الفني ممكن تبقى مستواك الفني كويس لكن مستوى الاخلاقي مش كويس انا اتشرفت فعلا لقيت ابو تريكه 3 سنين في ترسانه تعلمت منه كان نفسك كتيرة. يكون موجود معاك في الزمالك اكيد طبعا اكيد كان نفسي طبعا يكون موجود معايا في الزمالك لأن... انا عارف ان والله انت والله انا كلمته زملكاوي انا كلمته انا زملكاوي وانت عارف عشرتني من زمان وعارفني من زمان يعني لا والعيله كمان من المنوفيه يعني مش عشان اروح الزمالك اروح لا انا بحب الزمالك لكن مش متعصب مش معنى بحب الزمالك مع ان انا اشتم في النادي الاهلي او اقول كلمه مش كويسه انا النادي نادي كبير واي لعيب يتشرف ان يلعب النادي الاهلي لكن انا ميولي الداخليه او ميولي ان انا من قبل ما اروح الزمالك كنت زملكاوي انا عارف ان يعني كان كمان نادي الزمالك ولا دي جزئيه هنيجي فيها ولكن قول لي كان ابو تريكه بيكلمك كان مشتت اروح الزمالك اروح الاهلي ما انا هو كان في فتره معينه انا كنت في عندنا ماتش الاتحاد السكندري الزمالك والاتحاد السكندري هو كلمني كنت انا في اسكندريه كنا عندنا معسكر في اسكندريه هو كان بيقول لي ان في مفاوضات زي ما انت قلت ذكرتها دلوقتي مع المندوب الحسيني في نادي الزمالك وممكن الصفقه تتم في خلال اسبوع او 10 ايام بعدها الموضوع وقف شويه موسم 2001 تقريبا الموضوع وقف شويه بعدين كلمته انا قال لي والله هو متخوف من موضوع لسه الصفقه ما تمتش واقفين على فلوس وفي نفس الوقت متخوف من يعني ان الزمالك يعني مش ما يلتزمش ما يلتزمش وفي نفس الوقت وجود كان وجود حازم امام في نفس التوقيت يعني ده. حازم امام هو اللي خلى لا مش 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 يعني لا مش بصوره مش بصوره الأسباب. مش من ضمن الاسباب انا خلينا نقولها كده خلينا نصيغها من ضمن الاسباب لكن ما كانش سبب رئيسي يعني ما كانش سبب رئيسي لا. ما لا لكن كان ليه دور كان ليه دور كان من سبب من ضمن الاسباب ابو تريكه يفكر كان سبب من ضمن الاسباب ما يروحش الزمالك بسبب عوده حازم امام من ايطاليا كان من ضمن الاسباب سبب زي ده ان هو ما يجيش وفي الاول وفي الاخر هو توفيق من عند ربنا و طبعا ربنا بيكون كاتب لك كاتب حاجه بالظبط هو اختار الاهلي وبعدها بقى خلاص يعني راح بعدها انقطعت علاقتك بيه لا ما انقطعتش لا 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 لا, لا خالص يعني خالص كان في اتصالات ولتكن كل فتره مش على طول لكن مش لازم كل على طول كل واحد كل واحد في حياته وكده لكن في اتصالات طبعا انا بتشرف اصلا بمعرفته بغض النظر عن تريكه بتاع الاهلي او تريكه اللي عمل انا يعني انت عشرتنا في الترسانه بالظبط انت عشرتنا في الترسانه هو عشرتي وهو لا وهو له فضل كبير عليا هو احتواني في الترسانه انا جيت كنت جاي من جمهوريه شبين كنت في تربيه رياضيه هنا في القاهره فقدمت في الترسانه اختبارات عادي جدا كان جاي لك صيدله كليه الصيدله فانا كنت جاي اختبارات عادي جدا كان هو كابتن الفريق يعني ابو تريكه كابتن الفريق نادي الترسانه وكان هو احمد زغلول اتعامل معايا كويس جدا اتعامل معايا كاخوات كبار واحتضنوني واحتوني في الترسانه كانت فرقه كمان يعني الفرقه بتاعتكم كان فرقه يعني كويسه انت حضرتنا وعاشرتنا انت عاشرتنا في فتره كبيره في الترسانه انا كنت اخرج انا وابو تريكه ما انا بقول لك انت عاشرتنا شوف من كام سنه من 17 سنه انت بتتكلم في عمر يعني بالظبط لا ابو تريكه له فضل كبير عليا بعد ربنا ساكن في فيصل صح بالظبط ده حقيقه فيعني لا هو له فضل كبير عليا وما شكرتوش وما شكرتش ابو تريكه انا ما ادلوش قيمته او حقه يعني لا هو هو شخصيه طبعا شخصية محترمه طبعا بصرف النظر عن امكانياته طبعا الفنيه الكبيره طبعا لكن هل ابو تريكه بصرف النظر عن ان هو صديقك ينجح كمدير فني ولا الافضل ليه ان هو يكون مدير كوره يعني مثلا واحد زي محمود الخطيب واحد بنجوميه محمود الخطيب طبعا الكبير
ما فضلش ان هو يكون مدير فني واتجه للاداره. انت شايف ايه من وجهه نظرك؟ انا شايف انا شايف ان هو هينجح في التدريب, لان هو ابو تريكه محبوب, ابو تريكه الناس كلها حباه ويعرف ومقنع, وبعدين هو متعلم يعني بيعرف يصيغ مثقف. ده اللي عاوزه الكلمه اللي عاوزه الصفقه بتفرق جدا مع مدرب مثقف, انه يوصل المعلومه للعيبه اللي عنده بصوره كويسه, وان يكون محبوب ويكون قيادي. يعني انت لما تسمع ابو تريكه وبتكلم مثلا النهارده, اخيرا النهارده ما جه يتكلم في المحاضره بتاعت التسليم الشهاده النهارده, هو مقنع, اسلوب مقنع في كلامه, فانت تتقبله بغض النظر عن محمد دلوقتي عشيرته او زميلته في الملعب, فانا عارفه. لا, انت لو اسلام ما عشيرتش ابو تريكه وما عرفتوش, زي زمايلي اللي كانوا موجودين, ما يعرفوش ابو تريكه, ولا عمرهم قعدوا مع ابو تريكه, ولا عمرهم شافوا ابو تريكه على الطبيعه, يشوفوه في التلفزيون, لكن ما عاشروهوش. انا عاشرته اوكي قبل كده, فسيبني انا اطلع محمد دلوقتي من القصه. لكن الناس اللي قاعده, لا مقتنعه بكلامه, اسلوبه راقي في الكلام, وطريقته شيك, عارف, طريقته شيك ومقنع. فده هيقدر يوصل المعلومه للعيبه اللي عنده, هيقدر يعمل حاجه بجانب بقى حب الناس ليه, فدي حاجه بجانب اصلا ما هو الفنيه بقى, الحاجه الخبره اللي عنده, خبراته اللي خدها في النادي الاهلي, خبراته اللي خدها مع منتخب مصر, البطولات اللي حققها دي كلها بتدي له ثقل في التدريب, بجانب ان هو راجل بادئ من الصفر في التدريب, راجل رايح ياخد ما قالش انا ممكن بوتريكا, يعني وهو بيتكلم معاكوا في يعني وانتوا في الحصول على الرخصه سي, هل هو عايز يخوض التجربة يبقى زي أحمد حسن, زي ميدو, إن هو يبدأ فريق مع فريق كبير, ولا يرجع فكرة حسن شحاتة لما كان مثلا بيروحوا محمد حلمي والأسماء اللي هي اللي في التدريب, اللي بدأت من الصفر, بدأت من تحت, سواء في قطاعات الناشئين أو بعد كده. يعني حسن شحاتة مثلا صعد المنيا, صعد الشرقية, فرق درجة تانية, فرق درجة تانية. هل ممكن تلاقي أبو تريكة بيقود فريق في الدرجه الثانيه؟ هل هو متقبل دوت؟ ما اعتقدش ممكن يضرب يعني الترسانه وليكن لا, ممكن الترسانه لو ظروف خاصه, لان نادي الترسانه لو هو يروح يدربه هيدربه من باب رد الجميل. الترسانه عمل مع ابو تريكه, وخاصه كابتن حسن فريد, وانت عارف علاقه ابو تريكه وعلاقتنا كلنا بكابتن حسن فريد, وقف جنبنا في مراحلنا واحنا صغيرين, يعني واحنا شباب. اعتقد ان لو حصل حاجه زي كده برد الجميل, غير كده ما اعتقدش ان ابو تريكه يمسك درجه ثانيه او في دماغه درجه ثانيه. اتكلمت معاه في دوت ولا لا؟ ما اتكلمتش. انا اللي يعني اللي انا عرفته ان هو يعني بياخد دورات التدريبيه دي, وان هو يطلع فتره معايشه اعتقد في ايطاليا, واعتقد ممكن يكون عن طريق محمد صلاح. يطلع فترة معيشة في مش لازم روما, معرفش. بس هو ممكن يكون في ايطاليا, لانه كان هو يعني حصل المعلومة ان هو خد موافقة من روما. ممكن بقول لك هو يطلع فترة معيشة, فاعتقد ان هو راجل يعني بيحضر لحاجة, هو انه يمسك فريق كويس, فريق في الدوري الممتاز, ما اعتقدش انه ينزل يمسك فريق درجة تانية باسم ابو تريكة الكبير. طيب